ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل شتى صورها وأنواعها وألوانها حتى أحبه، إلى أن يبلغ هذه الغاية. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، معية إلهية ربانية خاصة بمن كانت هذه حاله. ومعية الله الخاصة هي المقتضية لكل بر وإحسان.